فرانشيسكو توتي، عمرو نصوحي. اتفضل. شكرا مبدئيا على المقدمه الجميله دي قوي قوي قوي، وانا فخور ان انا معاكي هنا مبدئيا، ومش عارف اوصف طبعا هذه اللحظه، يعني اشعارها في كل حته. تشيسولو اون كابيتانو. اول حاجه عايز اقوله جراتسي لكل اللحظات الرائعه اللي انت اديتها لنا على مدار 25 سنه في الملعب. انت اللي حغلتنا نشجع روما، ودلوقتي احنا لسه بنشجع روما بعدك برضه. ف... دايما دايما. دلوقتي انا معايا شويه صور، صوره كده، هسال سؤال صغير على الصوره وتقول لنا رايك. اوكي. اول صوره هي دي. روما خدوا الدوري 3 مرات في تاريخهم، 42 43 83 و2001، وانت كنت معانا في 2001، انت اللي جبت الدوري وشارت الكابتن على ايدك. ايه اللي روما محتاجينه علشان يقدروا يكسبوا الدوري تاني؟ دي ويلي جيتشا ديادرو، من الناس اللي موجودين اللي عملوا الانجاز ده قبل كده. لو بصيت الصوره، مين اللي ورا؟ الثلاث لعيبه اللي ورا، عمر جابرييل باتيستوتا، كانديلا، مونتيلا. ده معناه ان عشان تكسب الدوري محتاج لعيبه زي دول. تمام. قويه قويه. برافو. انا ولا فاهمه ولا كلمه طبعا. برافو. طيب الصوره الثانيه دي، انت جبت جوال كتير قوي في حياتك، 250 جول في الدوري، 780 ماتش. هو ثالث اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ ايطاليا، في تاريخ الدوري الايطالي. بس الجول ده انا بعشقه. ايكوكياكو البريمو. ايكوكيايو سي. ده الجول اللي انت جبته في انتر 2005، لوب في جوليو سيزر. وانت جبت اصلا جوال لوب كتير قوي في حياتك في جول كيبرز تقال، يعني بوفون وفاندر سار طبعا، البنالتي اللي في اليورو فاندر سار، فالبانينكا. فازاي بتقدر ان انت تحط الكره اللوب دي؟ لان بالذات الكره دي كانت من نص الملعب، وخولي سيزر ما كانش متقدم اصلا، هو لسه بيتكلم عليها لغايه دلوقتي. من شهر طلع في انترفيو قال انا مش فاهم ازاي الجول ده دخل فيا. ف بتعملها ازاي؟ ناتسيوتو جول فورتونا. اول حاجه محتاجه حظ. وبعدين دي حاجه بتيجي يعني كده، حاجه تلقائيه. الجول ده واحد من احلى جولين انا جبتهم في حياتي، في اهميتهم وفي جمالهم. Sono mossi molto bene i suoi compagni. Chi è giusto a scavalcare il portiere? Bellissimo questo gol della Roma. Pazzesco gol di Totti, che non è nuovo a questi colpi, a questi cucchiai, pallonetti, chiamateli un po' come vi pare. Lo fece con l'Empoli, l'ha fatto con la Lazio in un derby, ha fatto spesso Totti. Giulio Cesar si è esteso per tutta la sua lunghezza, ma non ci è arrivato. Ahla golin, tabe golis l'awalani. Quello con la Sampdoria. Il gol e le gabo fi Sampdoria Genoa. فيرست تايم بشمالك في البعيدة، حافظه طبعا. بشمالك في البعيدة. بروفا كاسيتي ا ريابرير فيرسو فرانشيسكو توتي. اوكي، دلوقتي هنجيب لقطه هي لقطه أليمه، وبعدها ازاي العزيمه بتوصل لتحقق اي حاجه. دي لقطه في 2005 قبل كاس العالم، لا 2006 سوري، قبل كاس العالم، في قبل كاس العالم باربع شهور. اتصبت في ماتش امبولي ورجلك اتكسرت خالص، لانك رجلك زي ما هو باين هنا اتكسر خالص، واضطريت تاخد مسامير في فبراير، واضطريت تاخد شرايح ومسامير في رجلك. 10 مسامير. ومارشيلو ليبي جالك في المستشفى، واللي سمعناه ان هو قال لك مكانك محجوز معايا في كاس العالم بعدها باربع شهور في شهر 6، ودي كانت حاجه
خياليه ما حدش فينا كان مصدق. كنت حاسس بايه ساعتها؟ وهل كنت فعلا حاسس ان انت هتلعب كاس العالم؟ ايه العزيمه؟ ازاي ترجع من حاجه زي كده؟ في اللحظه دي ما كنتش بفكر اني ممكن اكون من بين ال 23 لاعب في كاس العالم. كانت اصابه شديده جدا، لكن مع العزيمه والاصرار والرغبة في المشاركة طبعاً في كأس العالم ومساعدة الأطباء طبعاً والمدرب، كل الحاجات دي خلتني أحقق حاجة، وبدأ من اليوم ده في شيء يظهر في عقلي خلاني بعد كده أوصل للمونديال. أحلى حاجة في العالم طبعا، ولعب ماتشات بعد كده وهو بالشريحة والمصاريف. لعب كاس العالم كله. لعب كاس العالم كله. وطبعا دي أنا بشجع إيطاليا برضو من أنا صغير. هو لغاية دلوقتي الشرايح موجودة المعدنية في رجله. ولعبت كاس العالم، عملت أعلى عدد من الأسيستات في كاس العالم 2006. في لحظات كتير تاريخيه، سيمي فاينل ضد المانيا في سيجنال إيدونا بارك لما وقفت كانافارو وخدت الكوره قبل ما تلعبها الجيلا وبعدين ديل بيرو والجول، وفي طبعا الجول بتاع استراليا والاحتفال الشهير. هل دي كانت اصعب بنالتي شطها في حياتك؟ سي ايوه اكيد. طبعا ده كان اصعب جول لانه كان بعد اصعب اصابه في حياته. ولو ما كنتش حققت الجون ده كان ممكن نخرج من المونديال. في 2006 دي كان الاحتفال بكريستيان. مولود، اول مولود كريستيان، صح؟ صح. في 2006 صح؟ سي. 2005 سي. دلوقتي هو بيلعب كوره؟ سي جوه روما. بيلعب في روما في نادي روما. ما جاش معاك ليه؟ ايه علشان المدرسه. اوكي. اتفضل روبرت. المرة الجاية إن شاء الله هيجي معايا. أنا أي حاجة هو بيقولها أنا مبتسم على طول. اتفضل. طيب الصورة دي لكيكو بعد الاعتزال، هل دي بتعبر عن سوبر ايجنت ولا سوبر كوتش أو مانجر ولا سوبر بريزيدنتي؟ ولو في لعيب سوبر هيرو بيقول لك يعني سوبر بطل. سوبر هيرو. سوبر هيرو. دي كان مؤتمر صحفي فينالي ختامي وهو بيترك نادي روما بيعتزل. هو خد القرار السيء ده، لكن كان من الضروري انه ياخد القرار ده لانه كان يعني ابتدى ما يبقاش كويس في الملعب. طب لو تقدر دلوقتي ان انت تجيب لعيب واحد يلعب في روما دلوقتي، ولو تختار لعيب قديم يلعب في روما معاك، تختار مين ومين؟ يلعب معاه دلوقتي؟ لا، يلعب معاك، كان يلعب معاه زمان، لعيب قديم ولعيب جديد دلوقتي يلعب في الفرقة، لاعبين مختلفين. رونالدو الفينومينو الظاهرة. مبابي. ومبابي. لو مبابي جه روما. طيب. طب هل أنت، استنى يا عمرو، انت بتفكر ابدا تبقى مدرب؟ نو. لا. واي؟ بركي. لان المدربين كلهم مجانين.